في إطار ردود الفعل على الثورة في مصر، حيا الرئيس السوداني عمر حسن البشير الثورة المصرية، وقال أمام حشد في الولاية الشمالية إن مصر دولة مهمة ورائدة لكنها كانت مغيبة والآن انطلقت من جديد بحسب رأي البشير. ودي مصر دورها غاب وغيبوها، مصر مكانتها فوق، مصر هي زعيمة، هي قائدة، مصر هي الرائد، مصر هي القوة الأساسية في العالم العربي. لما تغيب مصر بتغيب معاها الأمة. الآن مصر انطلقت، ونحن بنقول الحرية هي الأساس، هي الطاقة المحركة للأمة. من جهتها قالت المملكة العربية السعودية أنها ترحب بالانتقال السلمي للسلطة في مصر، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول لم تسمه أن المملكة تعبر عن أملها في أن تكلل جهود القوات المسلحة المصرية في إعادة السلم والاستقرار تمهيدا لقيام حكومة وطنية تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري أن تكلل بالنجاح، واستمرار مصر في القيام بدورها في الساحات العربية والإسلامية والدولية. تجمع مئات من المؤيدين لثورة الشعب المصري في واشنطن ونيويورك وفي عدد من المدن الأمريكية الأخرى احتفاء بخلع الرئيس مبارك. أما منظمة العفو الدولية فقد دعت الإدارة الأمريكية إلى القيام بدور إيجابي في مصر وضمان إرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان. وجد وقف ترصد أجواء الاحتفالات في عدد من المدن الأمريكية. ما زال البيت الأبيض يحاول أن يستفيق من وقع الثورة في مصر ويستوعب التغيير فيها، فمصر مبارك الحليف الأمين باتت اليوم مصر الشعب، شعب حكم بقبضة من حديد تحت مسمى قوانين الطوارئ. نداءات المتظاهرين أمام البيت الأبيض نغصت عليه سكونه وذكروه بأن مصر للمصريين.